نسيب كفر الشيخ مشاهدينا ونروح لنا ومن خلال زميلنا احمد بكري هنطلع ايضا على سير العمليه التعليميه على المستويين الجامعي وقبل الجامعي. احمد طبعا بصبح عليك وريت طبعا تحطنا في التفاصيل، يعني اليوم بدا ازاي وازاي كان شكل الاستعدادات فيما قبل بدايه الدراسه في الفصل الثاني. احمد سامعني؟ صباح الخير، سامعك حضرتك. يا صباح الفل احمد، يا ريت تطمنا كده على سير العمليه التعليميه سواء فيما يتعلق بالتعليم الجامعي او قبل الجامعي، وشكل الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني كان ايه اهم ملامح؟ نعم، يعني اليوم طبعا انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني بمدارس محافظه قنا وسط استعدادات وتدابير عديده من قبل مديريه التربيه والتعليم بالمحافظه. عدد الطلاب هشام بالمراحل التعليميه المختلفه رياض اطفال ابتدائي اعدادي ثانوي بلغ 854,000 و100 طالب وطالبه من الثانويه العامة 2141 مدرسه بعدد 9 ادارات تعليميه للمحافظه. وصرح الدكتور محمد السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم بقنا انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من الانتهاء طبعا من صيانه عدد كبير من المدارس واستلام الكتب المدرسيه وتسليمها للمدارس، والانتهاء ايضا من خطه الندب والنقل اللي هي بتعمل مشكله في بدايه العام الدراسي بين المدارس لسد العجز وضمان استقرار العمليه التعليميه، وايضا الانتهاء من تدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطه الوزاره للتدريب على المنهج الجديد اللي هو الدمج والتغييرات المناخيه. يمكن يا احمد احنا والله كنا بنحاول برضه نذيع بعض الفيديوهات كده لبعض المشاهد من اول يوم دراسه، بيتهيألي برضو الطلبة بيكون بالنسبة لها فترة الأجازة خلاص هو بياخد البريك اللي هو بيطلبه طبعا خلال الوقت ده أو المفروض عشان يقدر يعمل عملية الفصل ما بين الترم الأول والترم الثاني، بعد كده بيعود بشكل يعني أكثر حيوية زي ما احنا كده شايفين من بعض الفيديوهات اللي تم عرضها منذ قليل. يعني بالتأكيد طبعا بداية عام دراسي أو نصف دراسي جديد، طلبة عندهم حافز جديد انهم يبداوا عامهم الجديد وهم على استعداد بعد فتره الاجازه اللي تم طبعا في خلال ال 15 يوم الماضيه. واليوم كان واضح جدا يعني استعداد الطلبه واستقبال نصف عام الدراسي يعني بفرح وابتهاج، آملين في العام الحالي انه يكون عام سعيد عليهم تتم من خلاله عمليه النجاح والتركيز في الدراسه بعد ما الوزاره والدوله وفرت العديد من الاجراءات. يعني اليوم كان في حضور طابور الصباح وتحيه العلم اللي اوصى بهم وكيل وزاره التربيه والتعليم، واطمئن ايضا على سير العمل والانضباط الاداري داخل المدارس بشكل عام، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي طبعا وزير التربيه والتعليم الفني. وايضا يعني هناك العديد من الاجراءات اللي تمت داخل المدارس اليوم بعد فتره الاجازه. طيب فيما يتعلق بقى بالدراسه الجامعيه اي اخبار؟ الدراسه الجامعيه طبعا يعني هتبدا يمكن في خلال الاسبوع القادم، معروف ان الدراسه الجامعيه بتاخد اسبوع بعد بدايه المدارس، وايضا اليوم هشام مش كل المدارس طبعا فتحت، احنا عارفين في سبت وفي حد نعم في سبت وفي احد طبعا. المدارس اللي بتبقى فتره مسائيه بتبدا يوم السبت على طول، في مدارس بتبدا يوم الاحد اللي هو غدا ان شاء الله. الى جانب ذلك ايضا الدراسه الجامعيه بدات الاستعدادات، وخلال فتره الاجازه على فكره يعني الجامعه لم تتوقف عن الندوات واللقاءات واستقبال الزيارات. يعني كان في نشاط ملحوظ في جامعه جنوب الوادي في خلال فتره الاجازه، يعني لم تتوقف الجامعه بشكل نهائي، ولكن كان هناك العديد من الندوات واللقاءات التثقيفيه والحوارات مع بعض الشخصيات اللي استضافتها الجامعه في خلال اجازه نصف العام. طيب انا بشكرك يا احمد شكرا جزيلا، ويا رب كده يكون ترم سعيد على الجميع والطلبه كمان تستفيد قدر المستطاع وتكون العمليه التعليميه منتظمه بالشكل اللي احنا بنتمناه جميعا.